حمد كذا مرة كلم عميل علشان يخلص صفقة الخط يقطع، وإذا الخط قطع الصفقة بتطير، وإذا الصفقة طارت ما بيبيع، وإذا ما باع بينقلونه، وإذا نقلوه ما بيقدر على مصاريف البيت، وإذا ما قدر على مصاريف البيت المشاكل بتزيد، وإذا زادت المشاكل حرمت بتروح بيت أهلها، وإذا راحت بيت أهلها بيجاب الأخوانها، وإذا جاب الأخوانها بيروح فيها. ليش هكله يا حمد؟ احتفظ برقمك وانضم لشبكتنا الأقل انقطاعاً للمكالمات. دو